السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبتي، حياكم الله في السيرة النبوية في دقائق. ونتحدث اليوم عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم باول زوجاته وهي خديجة بنت خويلد. فلما رأت خديجة من النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة والصدق والعفة والكرامة، قررت أن ترسل إليه أحد صديقاتها لتبدي له رغبتها في الزواج منه. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، فكلم أعمامه فخطبوها له من عمها عمرو بن أسد، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 25 عاما، وكان عمر خديجة رضي الله عنها في الأشهر 40 عاما، وكل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من خديجة إلا إبراهيم. أما إبراهيم كان من ماريا القبطية، وأما أبناء النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها كانوا هم القاسم وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله. فالذكور ماتوا كلهم وهم صغار، أما الإناث فأدركنا النبوة فأسلمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهاجرنا معه، فتوفاهن الموتى كلهن قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة، عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم توفيت بعده ب6 أشهر. ولما بلغ عمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة جاء إلى الكعبة سيل عارم، فتصدعت الكعبة وقرروا أن يعيدوا بناء الكعبة، واتفقوا أن لا يدخل في نفقة البناء إلا مالا طيبا، فلا يدخل فيه مهر بغي ولا مال ربا ولا مال فيه ظلم. وقام إلى ذلك الوليد ابن المغيرة وقال إن الله لا يبطل عمل المصلحين، فبدأ بهدم الكعبة، تبعه أهل مكة في ترميم وهدم الكعبة، ثم جعلوا لكل قبيلة جزء وجانب حتى يكملوا بناءه. وتولى بناء الكعبة رجل اسمه باقوم، رجل رومي. ثم لما وصلوا عند موضع الحجر الأسود اختلفت القبائل والزعماء من يضع الحجر الأسود، واشتد الخلاف حتى وصل إلى الحرب والدماء لولا حكمة رجل بين هؤلاء القوم وهو أبا أمية ابن المغيرة المخزومي، فقال لنجعل الحكم بيننا أول من يدخل الباب علينا. وكان قدر الله أن أول رجل يدخل عليهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قالوا واستبشروا هذا الأمين، هذا محمد الأمين دخل علينا. فقالوا له، اختلف القوم، فاحكم بيننا. فجعل رداءه على الأرض ووضع الحجر الأسود على الرداء، ثم جعل كل رئيس قبيلة من القبائل يمسك طرفا، ثم رفعوه إلى مكانه ووضعه النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه، وقد كان حلا حكيما، قد حقن الدماء وحل الخلاف وانتهت على ذلك. سيرته قبل البعثة كانت عطرة، فمنذ صباه كان سليم العقل، وافر القوة، نزيه الجانب، فترعرع وشب ونضج، وهو جامع للصفات الحميدة والقيم والأخلاق النبيلة. وامتاز صلى الله عليه وسلم بالأمانة والصدق والعفة والعدل والشجاعة والحكمة والوفاء والشكر وكل الصفات الحميدة قد رباه عليها الله جل جلاله بحكمته وقدرته جل جلاله. وكان يصل الرحم ويكرم الضيف ويساعد الناس، وكان على قدر عالي من البر والإحسان، وكان أيضا يبغض ما كان عليه قومه من الشرك وعبادة الأوثان، فلم يشهد أعياد الأوثان ولم يشاركهم عبادتهم للأصنام، وكان يبغض ويكره أن يسمع أن يحلفوا باللات والعزة. وكان صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الخمر وعن مجالس اللهو كما يفعل الشباب،
وكل ذلك تجهيزا للنبي صلى الله عليه وسلم لتحمل الرسالة، وفي اللقاء القادم نشرع في البعثة النبوية بإذن الله. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.